بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، نواصل سلسلة دروس علوم اللغة الموجهة لمستوى أولى باك علوم، وسنبدأ حصتنا اليوم بدرس التمييز لنواصل مع بقية الدروس في الحلقات المقبلة إن شاء الله. التمييز، وسنبدأ هذا الدرس بجملة انطلاق، مثلا ملئ قلب الأم حنانا. نلاحظ أن هذه الجملة لا يستقيم معناها إن نحن حذفنا كلمة حنان. لو قلنا مثلا ملئ قلب الأم، فسنجد أن المعنى في هذه الجملة غير تام ولا يستقيم معناها إلا بإضافة هذه الكلمة. فنقول ملئ قلب الأم ماذا؟ ملئ قلب الأم حنانا. نلاحظ أن هذه الكلمة التي أتت حنانا قد أزالت الإبهام عن هذا الكلام الذي أتى قبلها. يعني الكلام إن قلنا ملئ قلب الأم وسكتنا سيصير الكلام مبهما غير مبين للمتلقي، لكن عندما نضيف كلمة حنانا نجد أن المعنى قد استقام. هذه الكلمة التي تزيل الإبهام عن الكلام الذي قبلها نسميها تمييزا. إذن ونلاحظ أن هذه الكلمة التي أتت تمييز، نلاحظ أنها جاءت نكرة وجاءت يعني حكمها الإعرابي النصب، وعليه يمكن أن نعرف التمييز انطلاقا من هذا المثال. فنقول أن التمييز اسم نكرة يأتي لإزالة الإبهام عن كلمة أو كلام قبله. هناك تعاريف للتمييز عديدة، لكن القاسم المشترك بينها هو هذه الكلمات. وانطلاقا من هذا التعريف يمكن أن نحدد أنواع التمييز. إذا قلنا التمييز هو الذي يزيل الإبهام عن كلمة، يعني لفظة، أو عن كلام، ليصير الكلام بموجب ذلك أن التمييز نوعان: تمييز المميز الملحوظ وتمييز المميز الملفوظ. إذن في التمييز الملحوظ هو الذي يزيل الإبهام عن كلام قبله، لأن هذه الكلمة حنانا أزالت الإبهام عن كلام ولم تزيل الإبهام عن كلمة واحدة، فهذا التمييز نسميه التمييز ملحوظ لأنه يزيل الإبهام عن كلام قبله. أما التمييز الملفوظ فيزيل الإبهام عن كلمة واحدة أي لفظ. مثلا نقول مثلا اشتريت مثلا لثرا زيتا. مثلا نلاحظ أن هذه الكلمة زيتا أزالت الإبهام، لم تزيل الإبهام عن الكلام الذي قبلها كله، وإنما أزالت الإبهام عن كلمة لتر. فلو طرحنا السؤال نقول اشتريت لترا، نقول لترا ماذا؟ لترا زيتا. فهذه الكلمة زيتا أزالت الإبهام عن لفظ لتر، لتر زيت وليس لتر يعني مادة أخرى. فتصير هذه الكلمة زيتا تمييز أزالت الإبهام عن لفظ قبلها أو عن كلمة قبلها، كانت مبهمة فأزالت الإبهام عنها. ولذلك يعتبر العلماء أو النحويون أن التمييز عمدة في الجملة. لماذا؟ لأنه لا يستقيم المعنى إلا به. وانطلاقا من هذا الكلام يمكن أن نمر إلى الحالات الإعرابية التي يأتي عليها التمييز. إذا قلنا في الجملة الأولى، لو عدنا إلى الجملة الأولى، ملئ قلب الأم حنانا، قلنا نلاحظ أن هذه الكلمة أتت حكمها النصب، يجوز فيها هنا النصب. بينما في التمييز المميز الملفوظ نلاحظ أن
التمييز يمكن أن يقبل الحالات الإعرابية الثلاث، يمكن أن يأتي منصوبا ويمكن أن يأتي يعني مجرورا بمن والإضافة. نعطي بعض الأمثلة، مثلا نحتفظ بنفس الجملة، اشتريت لترا قلنا مثلا حليبا، نلاحظ أن حليبا أتت منصوبة، نقول اشتريت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة في محل رفع الفاعل، لترا مفعول به، وحليبا تمييز منصوب لأنه أزال الإبهام عن كلمة لتر. نحافظ على نفس الجملة فنقول اشتريت لتر يعني بدون تنوين حليب. نلاحظ نفس الإعراب سيبقى هنا، يعني فعل وفاعل مفعول به، بينما حليب أتت مجرورة بالإضافة أضيفت إلى اللتر، لكن لا نعربها مضاف إليه بل نعربها تمييز مجرور بالإضافة، تمييز لأنه أزال الإبهام عن كلمة لتر، ولكن الذي جعله يعني مجرور لفظا هو أنه مضاف إلى اللتر، إذن هو تمييز مجرور بالإضافة. نفس الجملة، اشتريت لترا منونة من الحليب، نفس الشيء نعرب الشق الأول في جملة فعل وفاعل مفعول به، من حرف جر والحليب لا نقول اسم مجرور وإنما تمييز مجرور بحرف الجر من، تمييز مجرور بحرف الجر من، لماذا؟ لأنه أزال الإبهام عن كلمة لتر. إذن هذه هي الحالات الإعرابية التي يأتي عليها التمييز. إذن قلنا في الأولى ملئ قلب الأم حنانا، أو مثلا وسائل الإعلام الرقمية أكثر انتشارا، مثلا أكثر انتشارا وهكذا. إذن دائما في الغالب الأعم يأتي التمييز، تمييز المميز الملحوظ يأتي في الغالب الأعم منصوبا، بينما تمييز المميز الملفوظ يقبل النصب كما يقبل الجر بالإضافة، ويقبل الجر أيضا بحرف الجر مينا. بقي أن نشير إلى أن هناك بعض الحالات التي يكون فيها التمييز يعني مع مجموعة من المقادير، لأن هذه تسمى مقادير، والعدد يعني التمييز الملفوظ إما يكون للمقادير أو يكون للعدد. تمييز العدد شأنه شأن التمييز الذي رأينا هنا بالنسبة للمقادير، فيها الوزن والكيل والمساحة. بالنسبة للوزن رأينا مثلا بحال لتر نعتبره الوزن أو كيلوغرام أو كذا، وبالنسبة للكيل قنطار طن إلى غير ذلك، بالنسبة للمساحة متر كيلومتر هكتار وهكذا، يعني جميع الألفاظ التي تدل على المساحة تدخل في هذا الباب، في باب المقادير، فيصير تمييز المميز الملفوظ إما للمقادير أو للعدد. وبالنسبة للعدد هو الدرس إن شاء الله الذي سيكون عندنا في الحلقة المقبلة، وأتمنى أن يكون التلاميذ قد استفادوا من هذا الدرس على سرعته، لأن لدواعي التصوير والمسائل يعني المتعلقة بالأمور التقنية، يعني نحاول أن تكون هذه الدروس يعني مختصرة جدا، وإن أراد التلاميذ أو المتابعون طرح أسئلة فنحن إن شاء الله تعالى سنكون عند حسن ظنهم، والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.